واللفتة المهمة هنا في قوله تعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. فقد اختلف أهل العلم في المراد بذلك. بعضهم يقول بأن الشيطان أنسى الغلام ذكرى يوسف عليه السلام لربه، أي لسيده أو الملك، فبقي يوسف عليه السلام في السجن بضع سنين. وقيل إن الضمير في أنساه يعود إلى يوسف عليه السلام، أن الشيطان أنساه ذكر ربه وهو المولى سبحانه وتعالى، لأنه لجأ إلى الغلام وطلب منه أن يتشفع له عند الملك ربه وهو مخلوق، فلذا عاقبه، استغفر الله العظيم، أو يقولون استحق من الله سبحانه وتعالى أن لا يحقق مراده فلبث في السجن بضع سنين. ونسبة هذا الأمر إلى يوسف عليه السلام عظيمة، وإن كان ظاهر الآية فيه ما يدل على ذلك، لكن لا يكون ذلك عقوبة من الله عز وجل. لو صدر من يوسف عليه السلام هذا الأمر، فإنما فعله أخذا بالأسباب لا غفلة عن الله سبحانه وتعالى. فهكذا يحسن به الظن، وهو نبي من أنبياء الله تعالى المصطفين الأخيار، وهو في أخذه بالأسباب هو معتمد على الله سبحانه وتعالى أيضا. اللهم إلا أن يقال بأن الأمر كان ينبغي أن يقدم فيه ذكر الله فهو لم يفعل ذلك، أو لم يظهر لذلك الغلام في حين هذا الأمر. وكما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين، وإن كان هذا اللفظ كما ينبه شيخنا القنوبي لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بحديث، حسنات الأبرار سيئات المقربين، لكن المعنى قد يكون صحيحا في بعض المواضع أو في كثير منها. ذلك أن الذنب أو المخالفة تعظم بقدر فاعلها، فقد يقبل من شخص أن يرتكب شيئا ولا يقبل ممن هو أعلى منه شأنا، فلا يليق به أن يقوم بمثل ذلك فيعاب عليه وربما يعاقب عليه. فهذا الملمح فيما يتعلق بيوسف عليه السلام، ليته لم يفعل ذلك كما قال بعض أهل العلم. لكن انظروا إلى ترتيب هذا الأمر، فعلى كل حال وقع، لأن الله سبحانه وتعالى عقبه أو ربطه بالفاء التي تدل على ارتباط السبب بمسببه، فقال: فلبث في السجن بضع سنين. وهذا يدل على عظم الأمر، والله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.